ملعب الأبطال في العاصمة الزامبية لوزاكا. لحظات قبل ضربة البداية للشوط الثاني من مباراة زامبيا جزر القمر، الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة لنهائيات كان الكوت ديفوار 2023. خمسة فيز سليماني قابلوا الدفاع من شيمي مايمبي، وضربة الركنية لمنتخب جزر القمر. فايز سليماني في القائمة الثانية، ترجع كورة من سباتا، استلام كورة فاشيون ساكالا اللي صار هذه المرة يومات ساكالا، والتدخل رف الدين عبد الله، تمهيد لم يكن موفق. مرفوعة كورة في القائم الأول، كرة بالرأس ترجع من رف الدين عبد الله، كورة ثانية بعيدة بعيدة كورة، حب يستلم كما جات، يضغط خيال سليماني، إذا يحر عارس سباتا، كرة الهدف الأول، والهدف الأول، الهدف الأول فعل منتخب جزر القمر، خطأ وارتباك وتردد في الدفاع الزامبي، ضغط فيه سليماني، خرج العارس، تواستر سباتا في خطأ بينه وبين تاندي موبي، يضغط فيه سليماني. والمتابعة في الكرة في من وسط الدفاع يحاول يعدي وقاسم داوما في التنفيذ إيمانويل، كرة بالرأس، كرة بالرأس من هناك مويبو، تجاوزت الكرة، يصوب عمدا ينقذه القام، ثم يدخل عمدا أمام لوبا إدوار شلوفيا، ثم رايا وتسل متسلل شلوفيا، متسلل مايمبي سليماني ومايمبي، وأسبقيت شيمي مايمبي، مرتدات خطير في المرتدات، التصويب والمطالبة بضرب جزاء، المطالبة بضرب جزاء، ماذا قرر؟ لكن النتيجة تشهد أسبقيت منتخب جزر القمر واحد. دكا تصويبة علي أمدا، الامتياز لألي أمدا أمام تصويبة لو من جديد، محاولة المنتخب الزامبي ضعيفة ضعيفة وبعيدة التصويبة، خمسة أمتار خمسين، التوزيع باندا، كورة إدوارد شلوفيا، والاستلام لم يكن موفق من شلوفيا، توندا لوبامبو، التوزيع سالة في دين ألي أمدا، سليماني من وسط الدفاع، التصويب تضرب كرة في تاندي موبي، يوان سباتا يخفق في تفادي الركنية، تمشي كرة أهمدا، فاشيون ساكالا طولها أكثر من لازم، طول كرة أكثر من لازم ساكالا، خاطئة الكرة، عبد الحكيم عبد الله ضرب جزاء أو مخالفة تمت البر، سقط اللاعب الزامبي كان سريع ساري، موسوندا الاعتراض أو عشرة عشرة سكلا، التنفيذ ترجع من الدفاع، خطيرة كورة، هدف تعادل، هدف تعادل فعلى منتخب شيبولو بولو، لم يستسلم إلى آخر اللحظات، إنوكا مويبو بكورة مرتدة، إيفانس كانغوا، ألي أمدا تبع يتابع الأضرار ويعاين الأضرار علي أمدا، ومنتخب جزر القمر يعني سمد ديلت. Intéressant. Alors Varenne, un pronostic d'avant match. Ah, c'est toujours difficile, Grégoire, de faire des pronostics, mais ce match est annoncé par la. Aujourd'hui dans ce stade incroyable. On va voir ce que nous réserve ce match. Enfin Molina. Il prend sa chance. Oh, il marque. Et le premier but ne s'est pas fait attendre. Belle entame de match pour eux avec l'ouverture du score dans ces 5 premières minutes. Que voulez-vous que je vous dise, Clem Lucarne, bravo. C'est un beau match, il est encore plus beau parce qu'il se joue dans ce stade, dans cette ambiance, à guichet fermé. C'est magnifique.